بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأعزاء، تحياتي أبنائي وبناتي في المستوى الخامس من برنامج التعليم عن بعد في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الدمام في تخصص إدارة الأعمال. هذا هو لقاؤنا التمهيدي في مقرر الإدارة الاستراتيجية. لقاؤنا التمهيدي في مقرر الإدارة الاستراتيجية، حيث يسعدني أن ألتقي بكم على مدار هذا الفصل في هذا المقرر، وهو أحد المقررات الحيوية الهامة التي تمثل ركنا أساسيا من أركان الأداء الإداري، ويعول عليها كثيرا فيما يتعلق بتحقيق طموحات أي منظمة في البقاء والاستمرار في النمو والتقدم في تحقيق القدر المناسب من الأرباح. هذه كلها هي العناصر التي نعتمد عليها في إطار بناء منظمة مستقبلية. عناصر التي سنتحدث عنها في الإدارة الاستراتيجية هي التي تمكن وتبني الأداء المستقبلي، أو ما نقول عنه الأداء الاستراتيجي بالنسبة لأي منظمة من المنظمات. من هنا فأقول لحضراتكم أننا بصدد مقرر إن شاء الله سنحاول أن نجعله مقرر ممتع، ولكنه أيضا بالنسبة لتخصصاتكم يعتبر ركن ركين أو ركن أساسي، محور أساسي من المحاور الخاصة بكم. من أسف أنه يقولون أنه المدير العربي عادة يقولوا كده باللغة الإنجليزية fast oriented not future oriented، يعني يعيش بالنسبة للماضي، يستغرق في الماضي، ماضوي النزعة، نزعته تميل إلى الماضي وليس إلى المستقبل، لا يهتم بالمستقبل. يعني هذا الأمر بيؤدي إلى أنه نحن نكون في فجوة، يدهمنا هذا المستقبل، لا نستطيع أن نستثمر الفرص التي يمكن أن تتاح له أو تتاح فيه، ولا نستطيع أن نتعامل مع التهديدات التي تنشأ في المستقبل، لأننا يعني لا نشغل نفسنا بها كثيرا. تعرفين يعني حين النهاردة وموتني بكرة، أنت مستعجل على إيه؟ يعني هذه المقولات السلبية التي نلحظها عادة كجزء من الأداء الثقافي في البيئة في منظمات الأعمال، لابد أن احنا نستشر في المستقبل، لابد أن احنا أداءنا يكون مرتبط بالمستقبل، لابد أن احنا نتعرف على المستقبل، وهذا يتطلب مننا أولا أن نكون على علم كامل وعلى دراية كافية بظروفنا، بموقفنا، بتحولنا إلى عناصر تنمي جوانب القوة الموجودة لديها وتقلص أو تتلافى أو تتجنب آثار نقاط الضعف التي تكون موجودة لديها أيضا. ببساطة شديدة قبل أن أطوف بكم على مقررنا لنتعرف على أبعاده المختلفة، ببساطة شديدة أريد أن يكون واضحا في أذهان حضراتكم أننا نسعى دائما إلى الانتقال من وضع إلى وضع آخر، من وضع بنسميه الوضع الحالي current situation إلى وضع آخر بيبقى بنسميه الوضع المرغوب desired situation. حتى يتم الانتقال لابد إن احنا دي عملية الانتقال في حد ذاتها ده اللي بسميها استراتيجية. بيبقى التساؤل المنطقي هاو، كيف يمكن أن تنتقل من وضع إلى وضع؟ ده بقى بتتم عبر أنشطة الإدارة الاستراتيجية، التخطيط الاستراتيجي وأدوات التنفيذ والتكتيكات وغيرها. ده بيتطلب
انه في البدايه لابد ان اقوم بتحليل الموقف الحالي، الكرنت سيتويشن ده اللي انا اريد الانتقال منه، لابد ان انا احلله. بحلله هنا هنشوف الادوات اللي بنستخدمها، ده بيعرفني ما هي نقاط القوه ونقاط الضعف في الاداء الحالي. وبعدين الجزء الاخر ان اقوم بتحليل الموقف المرغوب، الديزاير سيتويشن، اعمل له عمليه تحليل. بمعنى اخر انني استشرف او اتعرف على ما هي الفرص المستقبليه المتاحه، وايضا اتعرف على التهديدات والمخاطر التي تكتنف هذه الفرص. الفرص حتى نسعى الى اقتناصها، اما التهديدات فنسعى الى معالجتها، نسعى الى مواجهتها، نسعى الى الوقايه منها. يبقى هنا الايه النقطتين دول اللي بسميهم عمليه التحليل، ودول الـ يعني نقطه البدايه عاده في الاداء الاستراتيجي. احنا هنهتم بان احنا نتعرف على الاداره الاستراتيجيه بابعادها بملامحها المختلفه، وتعالوا كده مع بعض نتعرف ايه هي الملامح الخاصه بهذا الكورس الذي سندرسه. انا بقول هنا ان هذا كورس يعتبر حيوي وهام، هذا مقرر حيوي وهام لانه يرتبط بالمستقبل، يعني ينظر الى المستقبل، يستشرف المستقبل، يتعرف على ابعاد المستقبل. فكاننا في هذه الحاله نتحرك تحركا ايجابيا مخططا، وليس تحركا يعني عشوائيا يقوم على الحركه العمياء التي لا تلم بطبيعه ما هي موجوده فيه. فبيبقى عندنا في هذه الحاله ما يعرف بالاداء الاعمى او قصر النظر، لا ننظر كمديرين الا تحت اقدامنا، وده بيجعلنا غير مدركين لطبيعه المستقبل الذي نحن بصدده. فهذا المقرر اللي بعتبره حي وهام، لانك ايها المدير لما تشتغلوا مديرين، لما تتحركوا ويكون ليس لديكم الرؤيه المستقبليه، اذا انتم طالما فقدتم الرؤيه المستقبليه اي انكم فقدتم البوصله التي توجهكم نحو هذا المستقبل. فده بيعتبر امر خطير يهدد وجود المنظمه. اذا وانا ارحب بكم، انما ارحب بكم في مقرر حيوي وهام. تعالوا نشوف اولا كده احنا بالنسبه لنا في كليه الدراسات التطبيقيه عندنا استراتيجيه مهمه جدا. ايه الاستراتيجيه المهمه دي؟ الاستراتيجيه دي انه لدينا التزام باننا نسعى الى ان يتصف خريجونا لمنتم يتصف بثلاث حاجات: موهبه فنيه وابداع اداري وذكاء عملي. نحن وانتم الان في المستوى الخامس نؤهلكم من خلال الموهبه. يقول قائل ان الموهبه انا اولد بها فهي موجوده لدي، ولكننا نهتم بالجانب المهني، الجانب الاحترافي. انتم وحين كنتم تدرسون مقرر مبادئ الاداره قلنا لكم ان هناك جانب مهني، الاداره علم وفن ومهنه وفلسفه، وجانب الفن اكثر من جانب العلم، يعني الاداره فن اكثر من كونها علم. طب جانب المهنه يعني لها مبادئ ولها قواعد ولها اصول. فنحن اذا في الجانب الاحترافي او الجانب المهني في الاداره نصقل الموهبه بتاعتك او الفن اللي موجود لديك فيما يتعلق فن ذاتي او موهبه ذاتيه، لكننا نصقلها ونكرسها وننميها بحيث تكون مرتبطه بادائك الاحترافي. ايضا نحن نحرص على انه يتصف، عشان كده احنا بندرس معاكم وبننمي لديكم القدره على الابداع. ولاننا في المجال الاداري فنحن نتحدث عن اسلوبكم في التفكير، كيف تفكرون خارج الصندوق، كيف تعالجون المواقف المختلفه بشكل فيه خروج على المألوف، بشكل غير منمط وبشكل غير مقولب، ولكنه يتسم ب الأداء الإبداعي. الإبداعي أهم حاجة فيه أن يكون خارجاً على المدى، وأن يتصف الخريج بتاعنا بقدر من الذكاء المرتبط أيضاً بأدائه العملي، في لأنه قيمة ما تتعلمه أن يجد مجاله للتطبيق في المنظمات المختلفة. منظمات تسعى إلى البقاء،
تسعى الى النمو وتسعى الى الاستمرار، انتم اللي تبقوا مطالبين بانه منظماتنا تستطيع ان تحقق هذا البقاء والاستمرار والنمو وتحقيق الارباح المتعاظمه وتحسين نوعيه الحياه. هذا المقرر حين ننتهي من دراسه هذا المقرر، فهناك مجموعه من الاهداف. طبعا بذكر حضراتكم وانتم كنتوا بتدرسوا في مبادئ الاداره ان احنا علمناكم انه الاهداف هي النتائج التي نسعى الى تحقيقها مستقبلا. انا بتخيل انه احد من بناتي الفضليات او ابنائي الاعزاء اللي بيدرسوا معايا بيسمعوني دلوقتي بيتساءل، وهل يا دكتور يكون هناك مستقبل لمن ليس له ماضي؟ بمعنى ايه؟ بمعنى بيرددوا المقولة التي تقول يعني اللي له ماضي بيبقى له مستقبل، واللي ملوش ماضي ملوش مستقبل. الحقيقة ابنائي وبناتي انا لن اخوض جدليا في هذه المقولة هي صحيحة ام لا، لكن اريد ان اؤكد على ما يلي. ايه اللي عاوز اكد عليه؟ عاوز اكد على حضراتكم انه لا نستغرق في الماضي، نحن نفخر اننا لنا ماضي، لكن هذا الماضي نتعلم منه الدروس، نتعلم منه العبر، نتعلم منه القواعد التي تمكننا من ان نتطلع الى المستقبل. طب الحاضر، الحاضر مهم ايضا لانه امتداد لهذا الماضي، ولابد ان احنا نقنن، لابد ان احنا نستنبط، لابد ان احنا نستنتج الدروس والمستفادة من ممارستنا ومن خبرتنا. ثم استنادا الى الاثنين دول، يعني دورهم ان انا بتعلم منهم، دورهم ان انا بستقي منهم ما اريد ان احصل عليه، ثم نوظفهم للمستقبل، نوظفهم لبناء أدواتنا المستقبلية وطموحاتنا وأهدافنا المستقبلية. يبقى إذن الربط يجب أن يكون ربطاً واضحاً ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. أما إن إحنا يعني حتى نهمل في الحاضر، عندنا جاب، عندنا فجوة من التخلف ما بيننا وما بين الأمم المتقدمة، وكون مستغرقين في الماضي وأمجاد الماضي، هذا شأن غير طبيعي. لابد أن بقول الاثنين، أربط الماضي بالحاضر، أستقي منهم الدروس، أستنبط النتائج، أوظفها لاستشراف المستقبل وبما يؤدي إلى تحقيق طموحاتي وأهدافي المستقبلية. خلي بالنا من هذا الربط. طيب الآن بقى بنهاية هذا المقرر، أنت أيها الدارس العزيز، ابنتي وابني الفاضل، ستكونان قادران على بنهاية المقرر بإذن الله بنجاح كده وباجتيازه بشكل جيد، ستكون قادر على فهم مصطلحات الاستراتيجية وصياغها التطبيقية في الشركة. أنا عاوز تنتبهوا لنقطة مهمة جدا. في مراحل تطوركم في الجامعة احنا بنميز ما بين ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي ما قبل المستوى الرابع، المرحلة الأولى اللي هي ما قبل المستوى الرابع، حيث تأتينا إلى الجامعة محملا بتراثك من التعليم ما قبل الجامعي، وهو عادة بيجعلك شخصية اعتمادية، أي تعتمد على الآخرين، بتعتمد على الأستاذ في الحصول على المادة العلمية، بتعتمد عليه في توفير عملية التعلم، يعني لابد ان الأستاذ هو الركن الأساسي بالنسبة لي. احنا بنبدأ في الجامعة نحاول ان احنا نغير هذا السلوك لديك، ونحاول ان احنا نعيد ضبط البسطة بتاعتك بحيث تكون قادر على انك تتعلم وان تبحث في مصادر التعلم، ويكون لديك القدرة على الاكتشاف الذاتي للحقائق والمعلومات المختلفة، اللي هو بنميل بقى ابتداء من المستوى الرابع الى السادس. شخصيتك بدل قبل المستوى الرابع كانت الشخصية الاعتمادية، في المستوى ابتداء من الرابع إلى السادس
نحن نميل الى ان نعملك نوع من النضج، نساعدك على ان شخصيتك تنضج فتكون قادر على التعلم الذاتي، تكون قادر على التقييم، تكون قادر على الإلمام الكامل بكل ما يحيط بك، أن تكون قادر على فهم المصطلحات ذات الطبيعة الأساسية أو الرئيسية في تخصصاتنا. ومن أجل ذلك إحنا بنقول شخصيتك بتصبح شخصية ناضجة. أنتم الآن بناتي الفضيات وأبنائي الأعزاء في المرحلة اللي إحنا بنقول عليها مرحلة النضج العلمي أو النضج المهني، لأنك أنت بتتخصص في هذه الحالة. على هذا الأساس إحنا هنسعى إلى إنه حضرتك لاحظوا هتفهم وتعرف وتستخدم وتقوم. تفهم إيه؟ تفهم المصطلحات، كلمة على، وكلمة الاستراتيجية هي من الكلمات اللي بيحصل فيها لبس شديد وغموض شديد وتداخل وخلط ما بين المفاهيم والمصطلحات الخاصة بها وغيرها من المصطلحات. يعني إحنا لما بنلتقي طلابنا أو بنلتقي في البرامج التدريبية بمن يتدربون معنا ونطرح بقى فكرة الاستراتيجية والإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي وغيرها من الأدوات، بنجد هناك خلط شديد لدى الدارسين. بنجد ان لديهم خلط شديد، ما بقوش عارفين يفرقوا ما بين المفاهيم المختلفه او يتبنوا المفاهيم الصحيحه. انتم اعزائي الدارسين بنهايه هذا المقرر ستكون قادرين على الفهم، ليس مجرد الذكر، ليس مجرد التذكر، ولكن ستكون فاهم مصطلحات الاستراتيجيه وبتستطيع انك تربطها تطبيقا بالشركات والمنظمات اللي في المجتمع اللي احنا عايشين. الاستراتيجية لها أبعاد، هناك البعد الاقتصادي، هناك البعد التنظيمي، البعد الإداري، البعد السياسي. أنت ستكون قادر على تعريف هذه الأبعاد المختلفة، الأبعاد الاستراتيجية في منظمات الأعمال اللي قلنا عليها بعد تنظيمي وبعد إداري وبعد اقتصادي وبعد سياسي، أنت ستكون قادر على تعريفها. يعني أصبح لديك القدرة على التعبير وعلى التمييز، يبقى فهم وتعريف وتعبير. ثم أيضا ستكون قادرا على أن تستخدم منهج التفكير. خلي بالك بقى، يبقى الإدارة الاستراتيجية بتتطلب فكرة استراتيجية، تتطلب عقلية استراتيجية، بتفكر بتفكير استراتيجي. الله، طب ما هي ملامح هذا التفكير الاستراتيجي؟ بإذن الله سنتناول هذا الأمر بحيث تتعرف على كيف تصبح عقليتك هي عقلية التفكير الاستراتيجي. ربما إن شاء الله في مستقبل دراستنا في هذا المقرر نخصص لها يعني محاضرة أو أكثر تتناول هذا الأمر، منهج التفكير الاستراتيجي، منهج التفكير المستقبلي له سمات معينة سنتعرف عليها، وسنحاول إن إحنا تفكيرنا يتحول من منهج التفكير غير الاستراتيجي أيا كانت مسمياته، مش عاوز أخوض في مسميات الآن، ولكن سنستشرف بقى ملامح هذا التفكير الاستراتيجي وانعكاسه في اتخاذ القرارات. وإحنا زي ما درسته في مبادئ الإدارة كنت بتتكلموا على إنه في قرارات روتينية وقرارات غير روتينية، قرارات مبرمجة وقرارات غير مبرمجة، قرارات حيوية وقرارات غير هامة، قرارات استراتيجية بتتخذ في مستوى معين وقرارات أخرى تكتيكية في مستوى ثاني، وقرارات ثالثة هي القرارات التنفيذية. أنت ستستطيع أن تستخدم هذا المنهج من التفكير الاستراتيجي في تناولك للقضايا المختلفة واتخاذك للقرارات الهامة، وخاصة في تعاملك مع موارد المنظمة التي تتسم بالندرة النسبية. وستقوم أيها الدارس العزيز بتمتلك قدرة التشخيص، تقدر تشخص تشخيص استراتيجي حتى تتعرف على الوضع الداخلي للمنظمة. يعني هتشخصها، تحللها، تتعرف على أبعادها، على مكوناتها الداخلية من خلال التفكير الاستراتيجي أو التحليل الاستراتيجي، وستتعرف أيضا على وضعها الاستراتيجي الخارجي
وضعها التنافسي، وضعها ما بين أقرانها، وضعها بالنسبة للمستقبل. أيضا أبنائي الأعزاء، سنكون قادرين على توظيف أدوات التحليل الاستراتيجي. هو احنا نستخدم الأدوات طبعا، يعني لن نقول كلاما مجرد نظريا، ولكننا سنستعين بأدوات زي منحنى الخبرة، زي المصفوفات، زي سلسلة القيمة. دي أدوات بتساعدنا في التحليل الاستراتيجي. يبقى أنت وانت بتحلل تحليلك الاستراتيجي سواء داخلي أو خارجي ستستخدم أدوات. لن يعتمد الأمر على الأداء كده الإنشائي أو الكلمات الإنشائية الفهلاوة. لا، أنت رجل محترف، أنت رجل مهني إداري، أنت رجل وأنت أيضا أقصدكما، يعني أقصد الابن والابنة، أنتما تمتلكون القدرة على التحليل الاستراتيجي. إلى بد أنكم تمتلكوا أدوات هذا التحليل الاستراتيجي، زي منحنى الخبرة، زي المصفوفات، زي سلسلة القيم. أيضا بنهاية هذا المقرر يكون الدارس العزيز قادر على أن يتعامل مع الخيارات الاستراتيجية المتاحة. ما هي مشكلتنا عادة في الإدارة إيه أبنائي وبناتي؟ أننا بنكون إزاء بدائل أمام بدائل معينة، وكل بديل بيتطلب موارد معينة، وكل بديل له ما له عليه ما عليه، له تكاليف وله خيارات استراتيجية معينة. أنت كيف ستتعامل معه؟ يعني هنا السؤال، أنه أنت عارفين المثل اللي بيقول لنا إيه، حبيت تخيره خيره، فأنت بتختار لأنك عندك اختيارات معينة، بدائل استراتيجية متعددة بتحاول أنك أنت تتعامل معها، وبتحاول أن أنت تلم بيها، أو بتحاول أنك أنت تكرسها من أجل إيه؟ من أجل تعزيز تنافسية المنظمة. كلمة التنافسية هنا ده مصطلح مهم جدا، يجب ان احنا نبقى مدركين يعني ايه التنافسيه، وكيف نتعامل مع التنافسيه، وما هي ادواتنا التي تمكننا من التعامل. ايه البدائل الاستراتيجيه؟ عندنا بديل التركيز، عندنا بديل التمييز، عندنا السيطره بالتكاليف، عندنا التنوع، التنويع، التخصص، التدويل، التوغل، التوسع، التعاقد الباطني، التحالف، الشراكه، الاقتناء، الاندماج. كل هذه بدائل استراتيجية تنافسية، كل هذه بدائل استراتيجية تنافسية. ببساطة كده إلى أن نتطرق للموضوع، التنافسية معناها قدرتي على مواجهة المنافسين. المنافسين لديهم أدواتهم، لديهم عناصر قوتهم، لديهم مزاياهم، لديهم نقاط التي تمكنهم من السيطرة على الأسواق. أنا كيف أتعامل معهم؟ ده اللي أنا بسميه العملية التنافسية. يبقى كيفية التعامل معهم هنا بتتطلب تركيز، تتطلب تمييز، تتطلب سيطرة، تنوع، توسع، إلى غير ذلك من البدائل الاستراتيجية المتعلقة بأدائنا التنافسي. أيضا بنهاية المقرر بقى هنصل إلى التوب بالنسبة للأهداف، أي أنك ستكون قادرا على اتخاذ القرار الاستراتيجي. لان زي ما قلت لك في مستويات القرار، هناك القرار الاستراتيجي، هناك القرار التكتيكي، هناك القرار التنفيذي. انت ستستطيع انك انت تمارس عمليه اختيار او صناعه واتخاذ القرارات الاستراتيجيه. ما انت فكرت استراتيجي وامتلكت الاسلحه الاستراتيجيه في التحليل والتشخيص واتخاذ البدائل، انت اذن مؤهل لاتخاذ القرار، فستكون قادر على اتخاذ القرار الاستراتيجي. بس وانا هنا بقول لك بقى اتخاذ القرار الاستراتيجي، تعلم انك مسؤول. مش احنا اتعلمنا كده وانتم بتدرسوا في مبادئ الاداره، كان في مبدا اسمه تكافؤ السلطه والمسؤوليه، وفي مبدا المساءله والمحاسبه. انت بتتخذ قرار استراتيجي، قرار استراتيجي اي انه قرار هام جدا، حيوي جدا، يتعلق بمستقبل المنظمه، يترتب عليه. يعني واحد من أشهر أساتذة الإدارة الاستراتيجية في العالم كان إدى محاضرة قبل وفاته، يعني في ربما الشهور الأخيرة من عمره الممتد لأكثر من 92-93 سنة.
لكن كان في المحاضرة دي بيقول إيه؟ بيقول أنا أريد أن أعطيكم خلاصة خبرتي بعد هذه الممارسة الطويلة. كان راجل زي ما بقول لكم خبير عالمي في هذا المجال. هجاوبكم على سؤال محدد. ده هو بيقول اسمه جيم جوران. جيم جوران. جوران بيقول لنا إيه؟ ده واحد من أهم علماء الجودة والاسترجاعات في العالم. بيقول لنا لما درست الشركات التي تفشل وجدت أن السبب الرئيسي في فشل هذه المنظمات أنها أساءت اختيار استراتيجيتها. زي ما أكون كده بركب القطار متوجه إلى المستقبل، بركب الطائرة، بركب الصاروخ متوجه إلى المستقبل، حددت وجهتي غلط واخترت أداتي غلط، يبقى خلاص لن أحقق ما أصبو إليه. هو بقى بيقول سوء اختيار الاستراتيجية أو عدم القدرة على اختيار الاستراتيجية السليمة. ما هو ما فيش استراتيجية هي الأفضل بشكل مطلق. وتعلمت في الإدارة إن عندنا الإدارة الموقفية، وبالتالي أنا لما أجي اختار استراتيجية بختار الاستراتيجية التي تتناسب مع وضعي الحالي وتتناسب مع احتمالات المستقبل، فيبقى الربط موجود هنا على ضوء الـ يعني. فبالتالي هناك استراتيجية تناسب شركتي، هناك استراتيجية ربما تناسب شركات أخرى. حتى بالنسبة للمنظمة التي أعمل بها في وقت ما قد يناسبها استراتيجية، وأنا ديت لحضراتكم بدائل أهو، قلت لك التركيز والتمييز وغيرها، وفي وقت آخر قد لا يكون هذا الأمر إيه هو المناسب. يعني الاستراتيجية ما بتصلحش بشكل مطلق في جميع الأحوال، ولكن بقول إنه قد تصلح في وقت وقد لا تكون هي المناسبة في وقت آخر. علينا أن نختار الاستراتيجية التي تتناسب مع ظروف. فأنت ستتخذ القرار الاستراتيجي، ستكون قادر على اتخاذ القرار الاستراتيجي، وتتوافر لديك بقى حلول وإجابات لمواقف مختلفة ولأسئلة مختلفة. وإحنا طبعا هننمي المسألة دي لديك. تقول طب أنا ما بشتغلش دلوقتي في المنظمة، هتعملوا إيه؟ سوف نأتي لك. يعني هنعمل عملية سيميوليشن، عملية محاكاة لواقع مجتمع الأعمال، ونبقى من خلال الحالات الدراسية نتعرف على كيف نتخذ القرار الاستراتيجي. إذن نستطيع أن نقول أن هذا المقرر يهدف إلى تعريف الطالب بالأصول العلمية والعملية لعملية إعداد استراتيجيات وسياسات الإدارة العليا في أي منظمة. يبقى خلي بالك، بنستنتجوا مع بعض أبنائي وبناتي، أنا إذن في قمة الهرم الإداري، لأنه الأداء الاستراتيجي ده مرتبط بقمة الهرم الإداري، دي مهمة أساسية للإدارة العليا في المنظمة. فبنتعرف بقى كيف تبنى هذه الاستراتيجيات والسياسات، إيه هو تأثيرها على حركة المنظمة وانطلاقها، وبالتالي لازم هنتعرف بقى، لأنه من خلال هذا المقرر هنتعرف على كيفية إعداد الاستراتيجيات والبدائل الاستراتيجية التي تكون متاحة. إيه هي الآليات اللي بتساعدنا على تطبيق منهج التفكير الاستراتيجي في المنظمة؟ شايفين؟ يعني بحيث ما يبقاش عندنا اللي بيسموها الميوبيا. الميوبيا اللي هي قصر النظر. قصر النظر الاستراتيجي يعني اللي احنا غير مدركين، قاعدين حاطين ايدنا على خدنا كده، ولا نصنع التغيير ولا نتكيف مع التغيير، فبيبقى ببساطة بنفشل. وهم زي ما قلت لحضراتكم يعني 80% من الشركات الأمريكية بتفشل في الوصول للعام الخامس. يعني خلال 5 سنوات بتبقى out of business. وزي ما جيم جوران بيقول لأنها أساءت اختيار الاستراتيجية، أو لم تستطع أن تختار الاستراتيجية السليمة بالنسبة لها. إن هذا المقرر وإحنا بندرسه هنجد إن إحنا يعني ماشيين ما بين محاضرة مخططة وما بين دراسات حالات عملية، وقد نطلب منكم أن تعملوا مشاريع عملية معينة وحالات عملية معينة. يعني سيجمع ما بين الجانبين، الجانب النظري والجانب العملي. هذا المقرر سيتناول ربما 10 إلى 12 موضوع. هنتعرف على المفاهيم الأساسية في الإدارة الاستراتيجية، ندرس الإدارة الاستراتيجية كمدخل منهجي، مدخل تطبيقي،
مدخل مهني احترافي، بعدين من خلاله نبدأ نتعرف بقى على مصطلحات كتيرة بتسمعوها، ايه هي رسالة المنظمة وايه رؤيتها وسمتها وازاي نعملها وازاي انت يبقى لك رسالة وازاي يبقى لك رؤية، ثم نترجمهم الى الغايات والاهداف، وبعدين نعمل عملية التحليل، دراسة بقى الايه، دراسة الظروف الخارجية المحيطة بنا. مش احنا في ظروف، في عناصر بيئية محيطة بنا، مش انتوا عارفين ان احنا عندنا في البيئة السياسية والبيئة الاقتصادية والبيئة الاجتماعية والبيئة التكنولوجية والبيئة التشريعية، يعني كل هذه العناصر بتؤدي الى تعقيد الظروف المحيطة بالمنظمة. تبقى الظروف المحيطة بنا ظروف معقدة. ايضا بنجد ان هذه العناصر بتتسم بسمتين، يعني هي متغيرة، ولكن تغيرها تغير جذري، تغيير جذري ومتسارع. السمة الثانية انه متسارع، تغيير جذري يعني بيتناول كافة جوانب الاعمال، كافة جوانب العمل داخل المنظمات المختلفة. كيف سأتعامل مع، لابد ان انا ادرسها واحللها من منظور استراتيجي. لاحظوا، منظور استراتيجي، تفكير استراتيجي، تحليل استراتيجي، ايه الحكاية، ما المقصود بذلك؟ ده الحاجات اللي احنا سنجيب عليها ان شاء الله اثناء الدراسة بتاعتي. يبقى نعمل تحليل خارجي او تحليل استراتيجي بالنسبة للظروف المنظمة، حتى تستطيع يعني كأنك انت ربان السفينة اللي بيستشف ده الرادار بتاعنا اللي بيكشف لنا على مدى مناسب، بحيث نستطيع ان الحركة بتاعتنا تكون حركة جيدة. ايضا بعد ما بنحلل، لو انا قلت لك اول هنا بنحلل تحليل خارجي، بنتعرف على ظروف البيئة الخارجية، سنقوم بعد ذلك ايضا بتحليل البيئة الداخلية. البيئة الداخلية بقى العناصر المختلفة، عندنا العمالة، عندنا الوظائف المختلفة، التسويق والإنتاج، عندنا المكونات اللي تبقى موجودة داخل المنظمة، الخبرات والخبراء اللي موجودين، ونتعرف من خلالهم على نقاط القوة. احنا أقوياء في ايه؟ عندنا خبراء معينين، عندنا سيطرة معينة على سوق، عندنا ميزة معينة. هذه العناصر بنسعى إلى ان احنا ننميها، ننمي عناصر القوة اللي موجودة في بيئتنا الداخلية. وبالتأكيد سيكون لدينا ما يعرف بالنقاط الضعف، أيضا سنتعامل معها ونسعى إلى تدنية تأثيرها. بالنسبة سنتعرف على البدائل الاستراتيجية زي ما قلت لحضراتكم، أهي كنت لسه بكلمكم عليها، على البدائل الاستراتيجية المختلفة، أو التركيز والتمييز والسيطرة والتنويع والتخصيص والتدوين والتوغل، كل دي بدائل استراتيجية سنتعرف عليها وسنتعامل معها في دراستنا لهذا المقرر. البدائل الاستراتيجية أي البدائل التي تكون متاحة أمام المنظمة في رحلتها نحو التميز المستقبلي، future excellence. زي إيه اللي يحصل؟ لابد أن نحن عندنا بدائل أو أدوات نستخدمها. ده بيقودنا الى كيف سنختار، عمليه الاختيار بقى، ايه هي المعايير التي تمكننا من اختيار الاستراتيجيه السليمه، والا ينطبق علينا الكلام بتاع جوران، نفشل لاننا لم نستطع اختيار الاستراتيجيه السليمه. طيب اخترنا الاستراتيجيه، كيف نقوم بتطبيقها ومراجعه التطبيق، مراجعه النتائج. وانتم عارفين زي ما علمناكم في الاداره، كل عمل لا يتابع يعد عمل ابتر أو عمل منقوص، كل عمل لا يتابع يعد عملا أبتر أو عملا منقوص، وبالتالي إحنا بنطبقه، ولكننا نهتم بعد كده في عملية المراجعة، نتعرف على مدى تقدمنا، نتعرف على يعني المعوقات التي تعوقنا كيف نتغلب عليها، نتعرف على السبل البديلة التي يمكن إن إحنا نسير فيها. طبعا احنا بنعتمد في تدريسنا لهذا المقرر على المحاضرات، نسميها المحاضرات المخططه، يعني ليست كلام عشوائي ولكن له عناصره بيقود الى نتائج معينه. نتعلم على الحوار والمناقشه الحره، الحالات العمليه، ثم العروض المرئيه، العصف الذهني، التعلم الذاتي، وايضا اعتمادا على البلاك بورد. كالمعتاد انت حضرتك لك 30 درجه في اساليب التقويم بتاعتنا، لك 30 درجه اللي بيسميها اعمال فصليه، ثم اختبار نهائي من 70 درجه.
في 10 درجات بالنسبه للمحاضرات، تحميل المحاضره وحضور البث المباشر دول عليهم 10 درجات، 7 منها مخصصه لتحميل المحاضرات والثلاثه لحضورك في محاضرات البث المباشر. احنا عندنا 3 محاضرات بث مباشر، حضورك لكل محاضره منهم ده بيعطيك الحق في درجه، يبقى 7 درجات للتحميل والثلاث درجات للحضور محاضرات البث المباشر. الاختبار الفصلي الذي سنعقد فيه الاسابيع 11 و12 ده مخصص له 10 درجات، وهتناول هندرس لك يعني الموضوعات من الاول الى السابع. دي على العموم يعني مخطط لها حاليا، لكن في وقتها نشوف ما الذي يناسبكم ويتفق معاكم ويؤدي الى انك انت يعني تبقى قادر على سرعه المراجعه والاستيعاب. هناك ايضا الواجبات، عندك 3 واجبات، واجب الاولاني عليه 3 درجات، الثاني عليه 3 درجات، الثالث عليه 4 درجات، يعني 10 درجات مخصصه للواجبات. واحنا هنعمل عمليه تنويع ونميل الى عمليه التطبيق بحيث انك انت تستطيع الحصول على هذه الدرجات العشر. ثم اخيرا هناك الفاينل اكزام او الاختبار النهائي، وده مخصص له 70 درجه وفق الضوابط والقواعد اللي انت تعلمتها منه. ما هي فلسفتنا في التدريس؟ 3 حاجات، لان انا زي ما قلت لك انت الان في مرحله النضج، لست في مرحله الاعتماديه، وبالتالي احنا بنتعلم بالحوار التفاعلي. وانا نزلت لحضراتكم السيلبس بتاع المحاضره، موجود عندكم اسف بتاع المقرر، وموجود في بيانات التواصل معي سواء عبر الايميل او من خلال تحويلة مكتبي في الساعات المكتبيه. فنحن نتعلم بالحوار التفاعلي بالنقاش، يعني انا اشجعك واساعدك، وايضا انت يا ابنتي الفاضله، بحيث انك يبقى لك راي وتستطيع ان تتناقش وتكون منظومه وتبحث عن الفهم لماذا وكيف. يبقى في هذه الحاله في نوع من التفاعل، يعني انت مش مجرد اناء انا اعبئه، ولكنك انت كيان حي، كيان متفاعل معي، تستطيع انك انت تتفاعل معي، تقبل وترفض وتبدي رايك وتستمع لاراء الاخرين، تقنع وتقتنع، عمليه تفاعليه. المحور الثاني من محاور دراستنا اننا نسعى الى تطبيق ما نتعلمه، نسعى الى تطبيق ما نتعلمه، يعني البعد التطبيقي هنا. يبقى احنا مش مجرد كلام انشائي يعني ملوش اساس، لكن بنقول انه يجب ان، لان انا بتكلم عن الاداره المهنه والاداره الفن، فلا بد بقى هنا ان ما نقول يكون قابل للتطبيق، كانه بيعمل نوع من التجسيد حس حضرتك بتراه رأي العين وتدركه وتحسه احساسا ملموسا، لان انت هتخرج الى بيئه اعمال بتمارس هذا الكلام، مش مجرد كلام نظري. فبنقول في هذه الحاله عليك انك انت تتعامل مع هذه العناصر باشكالها المختلفه، وبالتالي بتكون قادر على انك انت تطبق وتربط ما تتعلمه ببيئه الاعمال. المحور الثالث هو محور مهم جدا بالنسبه لي، اللي انا بسميه نسبيه الخطا والصواب. وهنا ايه؟ هنا انا عاوز اقول في عمليه التعلم، يعني مش الاختبار، في الاختبار بيبقى صح ولا خطا، لكن في عمليه التعلم القضيه بالنسبه لنا مش هذا خطا وهذا صواب، وليس، وانا ايضا لا ازعم ان كل ما قاله لك بيبقى هو الصواب، ده ما تخرجش عنه، لا، من حقك انك انت تناقشه، ومن حقك انك انت تضيف اليه، ومن حقك انك انت تعلق عليه. فعاوز اقول لك انه ما دام سمحنا بالحوار التفاعلي، يبقى في التعلم هناك راي يدحض راي، وهناك فكره تجابهها فكره. عاوزك تعتاد على هذا الامر، لما تخرج من الحياه مش هتبقى مجرد قاعد كده مستكين بتتلقى وتنفذ، لا، انت سيكون لك دور، انت مشارك، انت عملي، انت فعلي. على هذا الاساس بقول ان دور الاستاذ هو دور بيسميه دور الميسر، الفاسيليتيتور. انا بساعدكم على انكم تتلقوا العلم، وليس انا مجرد ان انا يعني كانه انا اللي بقى اقوم بتعبئه اناء معين، لا، انت شريك، انت تتعلم، لديك قدره على التعلم الذاتي، لديك قدره على تكوين راي، تكوين مرئيات، لديك قدره، واساعدك
على أن تبدي رأيك وعلى أن تناقش آراء الآخرين وتحاول أنك أنت تقنع وتقتنع. فكلمة أنه الخطأ والصواب ده مسألة مطلقة وأنه ما يقول الأستاذ ده أو ده في الامتحان خلاص بنبقى مستقرين إيه اللي أنت عارفه من الخطأ والصواب، لكن في عملية التعلم أنا بأتيح لك أنك أنت تفاعلي وأنك أنت تقنع وأنك أنت تقتنع بآراء الآخرين. جدولنا الزمني موجود قدام حضراتكم على مدار ال 15 أسبوع. يعني عندنا المفاهيم الأساسية زي ما قلت لحضراتكم، وقد تستغرق مننا أكثر من محاضرة أو أكثر من يعني على حسب ما بتشوف. وبعدين بنبدأ بقى ندخل إلى مدخل الإدارة الاستراتيجية تمييزا عن غيرها، ونتكلم عن الغايات والأهداف إلى يعني نهاية الأسبوع الرابع. فتبقى حضرتك بقى إن شاء الله كده ربنا يوفقكم جميعا، للناس اللي هتخرج إلى الحج والعمرة، اللي يعني من نوى حجا إن شاء الله ربنا يتقبل ويكون الحج مبرور والذنب مغفور، ويعني ربنا ييسر. بنعود من أجازة العيد وفترة الحج، ف هنبدأ ندخل في بقية الموضوعات بتاعتنا، موضوع التحليل الخارجي هنتعرف بقى زي ما قلت لكم، يعني ده مرتبط بحاجتين الـ O والـ T، O اللي هي opportunities والـ T اللي هي threats التهديدات. وأيضا في الأسبوع السادس سيكون لنا المحاضرة أو اللقاء الأول اللي هو البث المباشر الأول، وأيضا في الأسبوع الخامس هنطرح الواجب الأول، وده الأسبوع اللي هو بيبدأ من يوم 16 أو 17 ذي الحجة، هيطرح الواجب الأول وده يبقى مخصص له 3 درجات. أما بقى بعد كده في الأسبوع السابع فبنخش على البيئة الداخلية اللي هي S والW، آسف S اللي هي Strength والW اللي هي Weakness. يبقى كأنه احنا خدنا هنا الجانبين، بصينا على الوضع الخارجي وبصينا على الوضع الداخلي. واحد يقول طب ما نبدا من الداخل ثم الخارج، ما في ما عنديش مشكله، مش دي القضيه الترتيبيه. يعني انا لا اميل، وان كان طبعا الاداه اللي بنستخدمها بتبقى كده ترتيب اس دبليو او تي، يبقى اللي هو سوات، الاس جايه من سترينث والدبليو جايه من ويكنس والاو جايه من اوبورتونيتيز والتي جايه من تريتس. لكن مش بالضروره في الحاله العمليه ان انا ممكن ابدا خارجيا فاتعرف وبعدين ابدا ارصد نفسي داخليا عشان اجري التعديلات الداخليه التي تتوقع. ده على العموم كلام سنتناوله ونشوف في عمليه الايه التطبيق. بعد كده ستطرح لدينا البدائل الاستراتيجيه المختلفه، وزي ما قلنا نتعرف عليها وازاي ان احنا نطبقها، ثم ياتي عمليه الاختيار. في الأسبوع الثامن سنطرح الواجب الثاني ويغلق الواجب الأول، يعني كأنه استمر من الأسبوع الخامس حتى بداية الأسبوع الثامن. في الأسبوع الثامن طرحنا الواجب الثاني، وفي الأسبوع التاسع سيكون لقائنا المباشر الثاني، البث المباشر الثاني، وبنحاول إن احنا نطرح فيه يعني ربما مرئيات ربما مراجعات، بحيث ان احنا بنعمل عملية ترسيخ للمعلومات التي بعد ما عملنا عملية الاختيار بنبدأ عملية التطبيق. التطبيق بقى ياخد معانا ازاي بقى المسألة تتحول من مجرد كلام نظري الى واقع عملي، نعمل عملية محاكاة لواقع منظمات الاعمال وكيف يمكن التطبيق. وفي الاسبوع الحادي عشر او الثاني عشر بيبقى عندنا الاختبار الفصلي بالطريقة اللي احنا اعتدناها، وبعد كده ننتقل في الأسبوعين بقى الـ 12 و 13 إلى والـ 14 إلى عمليات المراجعة الاستراتيجية. أيضا في الـ الأسبوع الـ 12 يمكن بنطرح الواجب الثالث، أسبوع الـ 12 أو الـ 13 سيطرح الواجب الثالث في الأسبوع اللي هو بيبدأ من يوم 10، ده الأسبوع 13 من يوم 10/2/1437 هيطرح الواجب الثالث اللي عليه 4 درجات. بعد كده بنخصص الأسبوع 15 للمراجعة النهائية للاختبار والاستعداد بقى وإعلان الدرجات بالنسبة للطلاب.
ده كده بشكل سريع يعني شفنا كده الجدول الزمني التفصيلي للأداء بتاعك. البريد الإلكتروني زي ما أمام حضراتكم AK مبارك زي ما قدام حضراتكم على ايميل الجامعه كبرها لكم ب akmubarak@uodyuniversityofdammam.edu.sa. ده موقعي الالكتروني لمن اراد ان يجد موضوعات اخرى مطروحه على موقعي يستطيع ان يشوفها، كانت هناك برامج او غيرها. ساعاتي المكتبيه يومي الاحد من 9:30 ل 11 صباحا، يوم الاثنين من الساعه 1 ظهرا الى الساعه 2:30. وانا حرصت انه انوع في توقيتات الساعات المكتبيه بحيث من يناسب الصباحي ان اراد او يناسب. بس طبعا يعني انا بيسعدني طبعا ان انا اتلقى اتصالاتكم، ولكن لابد يكون في موضوع مهم. يعني انت ما عندكش وقت تضيعه ولا انا عندي وقت اضيعه، فاذا كان هناك ما تريد ان يعني تحاورني فيه تليفونيا فاهلا وسهلا، التحويله موجوده وهذه هي التوقيتات الخاصه بي. طبعا انا بعتذر عن تلقي اي اتصالات في غير المواعيد يعني وجود انشغالات، لكن انا برحب وبسعد، وطبعا عارف ان انا مع يعني طلاب راشدين فبيختاروا التوقيت المناسب لمثل هذه الامور او الموضوعات الهامه التي يطرحونها في هذا الامر. باجي بقى هنا بتساءل، وده موضوع عاوزين نناقشه بقى بشكل تفصيلي لما نطرح محاضرتنا القادمه، هل تحتاج الاداره الاستراتيجيه ان نخصص لها مقرر مستقل؟ يعني البعض بيقول طب واحنا بندرس مبادئ الاداره ليه ما اديتوناش شابتر كده عن الاداره الاستراتيجيه؟ الاجابه طبعا سنتلقاها في وقتها. هنجد انه لا، ده هناك مبررات قويه وان ده نقطه انطلاق اساسيه بالنسبه لنا. على العموم في محاضرتنا القادمه اجيبكم عن هذا السؤال. اشكركم ابنائي وبناتي على ما منحتموني من وقتكم الثمين واهتمامكم، ارجو انه يكون كده اصبح لدينا فكره مناسبه عن هذا المقرر الحيوي الهام اللي انا بقول انه يعني له تاثيره بالنسبه لاي منظمه وله تاثيره بالنسبه للدارس. وارجو بس التاكيد على نقطه مهمه جدا، انا مش بتكلم على كلام نظري هتحفظه عشان تطلعه في الامتحان، لكن انا قلت لك في البدايه في جزء هنا مرتبط بمخك، هناك نوع من التفكير اسمه التفكير الاستراتيجي. سأحاول معا او احاول معكم ان انا ارسخ واقودكم في هذا الاتجاه، نعمل عمليه تحول ان دماغنا تبقى دماغ استراتيجيه، عكس المقوله اللي بيكتبوها دايما على المدير العربي، وانتم باذن الله بتؤهلوا تبقوا مديرين عرب، يقولوا دايما المدير العربي فاست اورينتد نوت فيوتشر اورينتد. المدير العربي بيتسم بقصر النظر، لا ينظر الى المستقبل، لا احنا بنستشرف المستقبل. بنحاول يبقى عندنا يعني حتى عمليه الاستشراف عبر ادوات، يبقى عندنا ادوات علميه مقننه بتساعدنا في عمليه الاستعداد بالنسبه لهذا المستقبل والتعامل معه بشكل جيد. ده اللي بيقودنا اليه. ثم يباتي بقى عمليه التطبيق نفسها اللي هي الجانب الاستراتيجي للتطبيق في المنظمه، وانا ربطت لكم الكلام ده بما يعرف به تنافسيه المنظمه، يعني قدرتها على المجابهة والوقوف إزاء منافس. على هذا الأساس أبنائي وبناتي إن شاء الله ستدور حواراتنا، و يعني أرجو أنك أنت تعطيها الاهتمام كيف ما تخافش إطلاقا، بسم الله ما شاء الله يعني بتنجحهم وبتحصلوا على تقديرات عالية بإذن الله، ربنا يوفق وأتمكن من أنه أجعل هذا الاختبار هذا المقرر ولقاءاتي بكم أجعله مقرر دراسته دراسة ممتعة، وأن تستفيد منه وأن تتمكن من إحداث تغيير جذري في شخصيتك في نمطك في التفكير في احترافيتك ومهنيتك. يجب أن تكون نحن نبحث عن الشخص الاستراتيجي أو المدير الاستراتيجي
هذا هو الذي يناسب منظمتنا، وهذا هو الذي يمثل المستقبل بالنسبة للمنظمة. سعيد بوجودي معكم، إن شاء الله نسعد أيضا بتواصلنا عبر هذا المقرر خلال هذا الفصل الدراسي. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.